بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم أحبتنا الكرام وإنما كنتم تتابعونا. هذا مساء جديد من مساءات الجمال، من مساءات الخريف، من مساءات الرذاذ المطر هنا في مدينة صلالة وبكل الولايات هنا بمحافظة ظفار التي تتأثر بالخريف وهذا الموسم الاستثنائي. لازمنا نعيش لله الحمد أجواء خيالية استثنائية جميلة جداً، ندعو من خلالها كل الأحبة أن يزورونا ويستمتعوا مثل ما نحن نستمتع بهذا الجمال والهبة الربانية اليومية. كل التحية لكم. اليوم فقرات جدا مميزة ونعدكم بذلك في حلقتنا الليلة. كل التحية لكم، مساكم محبة ومساء الخير بيان. مساء الخير عبد الله، ومساكم مشاهدينا كل الخير والسعادة. تحية مسائية لكم أيها الأحبة، كل من يتابع، كل من يشاهد الشاشة الجميلة لتلفزيون سلطنة عمان، وتحديدا مساء المهرجان، هذا البرنامج الذي نطل من خلاله نعرفكم على مستجدات مهرجان صلالة السياحي 2016. وفي حلقتنا الليلة محضرين لكم باقة منوعة من المحطات الثرية، فتابعونا حتى الساعة 10 مساء بإذن الله. فمساء الخير على الجميع، ومساء الخير يا محمد. مساء الخير يا بيان، ومساء الخير لعبد الله، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاكارم اينما كنتم تتابعونا عبر تلفزيون سلطنة عمان. ومشوار جديد، مشوار مسائي، مساءكم ابتسامة، مساءكم انارة هنا من مركز البلدية الترفيهي، حيث التنوع والاختلاف والتجدد هنا في مركز البلدية الترفيهي مهرجان صلالة السياحي. ونحن ناخذكم في رحلة جديدة من رحلات برنامج مساء المهرجان لمدة ساعة ونصف على الهواء مباشرة في أكثر من موقع وأكثر من مكان، فمساءكم جميل ومساءكم سعادة من خلال برنامج مساء المهرجان. We'll be right back.
سلم بيت سعيد وماجد سعيد صعر علي سعيد العنسي ورشيد سعيد العنسي مجدي بن جمعان هبيس وخالد بن محمد هبيس نصار بن عوفيد الشحري ومحمود بن يوسف اليافعي عاصم بن سالم الجنيبي وعمار بن سالم الجنيبي. حياكم الله من جديد أحبتنا الكرام وتحية لكل من انضم إلى متابعتنا حتى العاشرة متواصلين معكم لنقل لرصد كل فعاليات ومناشط المهرجان هذا العام عمان المحبة والوئام. إن شاء الله دائما تكون محبة ووئام وسلام يا رب العالمين. كثير هي فعاليات المهرجان تقريبا أكثر من 400 منشط وفعالية لهذا العام ضمن خارطة فعاليات مهرجان صلالة السياحي لهذا العام. اليوم طبعا فرقة صلالة الأهلية آخر عرض لها إن شاء الله مسرحية النوخدة وضمن الفعاليات والمناشط الدينية بيان تابعين الأحبة دأبت وحرصت إدارة مهرجان صلالة السياحي 2016 على إقامتها أقيمت اليوم بعد صلاة المغرب بجامع السلطان قابوس بصلالة محاضرة قيمة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بعنوان الإسلام دين الروحانيات وحضرها كثير من الجمهور. وطبعا هذه الفعاليات الدينية بشكل سنوي تحرص بلدية الظفار على إقامتها هنا في مركز البلدية الترفيه أو حتى خارج المركز. طبعا أرض الصداقة والسلام يعني بشكل يومي وبرنامج ليالي المهرجان مثل ما تابعنا المسابقة الدينية الطائر المحكي وأيضا مسابقة البرعة كل سبت وأحد بالإضافة إلى معرض الجمعيات ومراكز الوفاء الاجتماعي بالقاعة الرئيسية ومعرض تراثي شخصي تحت عنوان بصمة التاريخ للفاضل سالم العمري بقاعة سمهرم كان تحت رعاية سعد الشيخ بخيت بن سالم المعشني المحترم والي سدح. عندك يا بيان والله فعاليات كثيرة عبد الله هذا التنوع هذا الجماليات الكبيرة يعني ما شاء الله هي مستهدفة لكافة الأذواق وأيضا لكافة الفئات. عبد الله لو تلاحظ بأن المهرجان صلالة السياحي يأتي دائما كفرص للشباب لاستغلال طاقاتهم صحيح. أيضا إبداعاتهم لتوظيفهم توظيف صحيح نرى تنافس شريف في المسرحيات خاصة حركة يعني تظاهرة كذا درامية جميلة شبابنا ما شاء الله يبدع. اليوم وصلنا للعرض الخامس للنوخذة بكرة إن شاء الله راح تبدأ هناك مسرحيات أخرى. إيش رأيك نشوف مقطع أو نشوف تقرير عن مسرحية النوخذة من إعداد الزميل حفيظ جعبوب نتابع بعد وبعدها مواصلين.
قدمت فرقة صلالة الأهلية للفنون المسرحية عرضها المسرحي الكوميدي الفكاهي النوخدة على مدى 6 أيام، وذلك على المسرح الرئيسي بمركز البلدية الترفيهي ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2016. بصراحة هذا العمل داخلين كان في من بداية البروفات، أنا داخلين في بروحة جماعية وكذا وأخوية مع بعض، وحبينا نقدم شيء جديد في هذا المسرح. بعكس يعني السنوات الماضية كنا نقدم أعمال حلوة بس كانت فيها نوع من الجماهيرية أكثر، أما هذا العمل في نوع من التعاون وفي من نوع من الجمالية المنظر المسرحي بشكل عام. المسرحية تتناول بعض السلوكيات الخاطئة سواء من أفعال أو أفكار من خلال هذا الواقع الذي نعيشه، ومحاولة نبذه ودحره من المجتمع بقالب كوميدي تصل رسائله للجمهور بكل سلاسة ويسر، وتسهم في غرس الوازع الديني والتعاضد والتراحم والتماسك بالقيم والمبادئ والعادات الحميدة التي تشكلت في العديد من المواقف التي جاءت في قالب كوميدي فكاهي. النخذة بصفة عامة أو على السريع هي تخاطب كل إنسان أو كل شخص أنه بداخله نخذة، وأنه يجب أن يكون مساهم في هذا الوطن وهذا البلد. طبعا هي في قالب كوميدي أكيد، وموضوع النخذة بنتحدث عن الشريط الساحلي اللي موجود على سلطنة عمان، وأنه أيضا نرجع موضوع النواخذة، وأنه تعرف أن عمان ده يعني زاخر بموضوع النواخذة والسفن وإلى آخره. المسرحية من بطولة عبد الله بن مرعي وحاتم سويلم ووليد شعبان وهشام صالح وآخرين من المشاركين في فصولها المسرحية، وهي من تأليف عبد الله جحنون الحضري وإخراج خالد بن عمر الشنفري. تابعنا الأحبة، هذه الفعاليات التي استعرضها مخرجنا عامر العامري بشكل يومي في حلقة البرنامج الليلة والحلقات الماضية والقادمة إن شاء الله. كل الفعاليات التي تقام في مركز البلدية الترفيهي يتم استعراضها في بداية حلقات برنامجنا، وعليكم أن تأتون إلى المهرجان وإن شاء الله تستمتعوا بهذه الباقة المنوعة المقدمة لكم. محمد اليوم متواجد في مكان أغبطوا عليه، ولو يسمح لي مخرجنا العزيز عامر بطلع من خارج الاستوديو وبروح عند محمد. البيئة البحرية، هذه البيئة التي جسدت بجمالها بتراثها بعاداتها تقاليدها فنونها الجميلة البحرية القديمة التي كانت تؤدى قديما ولا زالت لحد الآن، جسدت بهذه الجمالية يا بيان. نعم عبد الله، عبد الله تلاحظ بأنه هذا التجسيد أو البيئة البحرية هي أحد المفردات التي تعبر عن أنشطة مجتمعية الإنسان العماني قديما وأيضا حديثا. اليوم البحر إحنا ذكرنا بأمجادنا وبطولاتنا السابقة العمانية، لذلك جميل من المهرجان أن يجسد هذه البيئة بتفاصيلها الجميلة وجمالياتها من خلال وجود ركن أو وجود زوايا في القرية التراثية. والبحر طبعا كان مصدر رزق للعمانيين، نعم، ولا زال لله الحمد لتوفر أنواع كثيرة من الأسماك، ولله الحمد نعم كثيرة في عمان نحمد الله تعالى. احنا ما رح حابين نتكلم كثير عن البيئة البحرية لأنه محمد عنده كل التفاصيل. محمد مساء الخير. يا سلام، مساء الخير يا عبد الله، ومساء الخير لبيان بنورك اليوم طالعين بحر إن شاء الله. الله يعطيكم العافية على هذا الكلام الجميل عن البيئة البحرية اللي تجسد هنا في مركز البلدية الترفيهي. وبطبيعة الحال العمانيون كما تعودوا دائما علاقتهم بالبحر علاقة وطيدة، يعني البحر مثل ما قال عبد الله مصدر رزق وما زال أيضا مصدر رزق حتى هذا اليوم. البحر
يحمل مكنونات كثيرة. هؤلاء الرجال في البيئة البحرية يدركون تماما قيمة هذه البحار هنا في السلطنة اللي تحمل الكثير من المكنونات ومن الخبايا. صالوا وجالوا وتوغلوا في هذه البحار ليخرجوا بمكنوناتها والفائدة من هذه البحار. اليوم موقعنا بمشيئة الله مشاهدينا الكرام في البيئة البحرية، هذه البيئة المتواجدة خلف مركز الولايات مباشرة، وهناك أقسام كثيرة وأزياء كثيرة تقدم لكل الزوار، زوار مركز البلدية الترفيهي. وهذا الهدف من مركز البلدية الترفيهي ومن مهرجان صلالة السياحي استعراض العادات والتقاليد سواء كانت في البيئات وأيضا في الوجبات والكثير من الأشياء. وقفتنا كما تحدثت في البيئة البحرية، في هذه الوقفة سنقترب أكثر من ما تقدمه هذه البيئة مع الوالد الفاضل سالم البراكن. مسيك بالخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم إلى بيئة البحرية. وأردنا أن نوضح لكم شيء، بعض الشيء من الموروث القديمة اللي هي مثل الدولاب ومثل الحياكة اللي هي بالحياكة ونص نعم منها قريب، فهذا موجود عندنا. فكنا زمان لو ما شعنا ولو ما عملنا حياكة للقريف بنتيجة البحر كلها من الدولاب هذا، والدولاب هذا هو اللي بيعطينا دافع للخيوط عن القطن اللي موجود عندنا في صلالة. عمل لنا حريم القطن هذا ابن احنا ينتج منه خيوط، فالخيوط هذا نحن نعمل لهم حياكة اللي هو هذا يشعون قدر 20-30 شخص، الواحد يشع قطعتين او ثلاث قطعات. من بعد ما يشعون هذول القطع كلها نلمها مع بعض وتصير قريف. يعمل ان نحن نقول نعرف المشاهد ايش هو القريف بالضبط. القريف هو اللي يستخدم منه العومه، فهو القريف اللي يستخدم منه العومه. فلما ننتج القريف هذا نستخدم منه العومه، وكان سابقا ما في مستورد مثلا قماش مستورد مثل شبكه حق القريف، يعني معتمد على الذات، والذات لازم تنتج لنفسك قريف. والقريف هذا يشع عده ناس، فاذا الخريف جلسنا في وقت الخريف نشع القريف هذا لاجل ننتج القريف، ثم نلكده مع بعض. اذا لكدنا القريف فيصير قريف كامل، يعني قريف كبير يعني، ويتم استخدامه بطريقه يعني اكبر واوسع. الوالد مبروك سعيد، نمسيك بالخير ويعطيك العافية. خلينا نتحدث عن الدولاب، كيف يتم استخدامه؟ الدولاب طال عمرك هذا، ولما كان الدولاب ما قدرنا نشتغل هذا نسويه في الخريف وقت ما يهيق علينا البحر. الدولاب يشتغلين النساء الخيط، وقت ما خلصنا جاهزات بعدين يجي دورنا نحن، نسمي دروق نشاع 3 شهور نشاع دروق من شان القريف، نكمل عشان نجمع على القريف كمية 3 شهور ونحن نشاع اللي هو الدروب حتى يخلص شهر 9. شهر 9 طاح البحر يسمونه، يقول الربان يقول خلاص احنا بكرة بغينا بان الكد الكادة اللي هو بتجميع القريف، يروحون يخبر الربان يخبر البحارة يقولون خلاص احنا بكرة بنروح بان الكد قريف هذا القريب. يروحون يلكدون القريف ويجمعون القريف حتى يخلص. عندما خلص القريف يروحون على البحر على الساحل يسوون عدو حاجه ثانيه اسمها السيف. سيفه ثنتين السيف. ايش هي السيفه؟ السيفه هذا شوفها، هذا اللي تشوفها هذا السيفه حبال. حبال تستخدم لايش بالضبط؟ هذه تكون مربوطه مع القريف. مع القريف عندما ثنتين سيفه، واحده من هنا واحده من هنا، واحده يقول لها معلى واحده مسفل. عندما تجي العيد بتخرج تقدر تخرج، لكن واحد يقص من هنا واحد يقص من هناك ويهز السيفه هذا عشان تجي في الوسط. عندما قربت العيد البر معناته تتاثر من البر توجه للقريف، تدخل للقريف اللي يتم استخدام القريف. طيب بكل تاكيد في اغاني وفي هزيك تصاحب الدولاب، خلونا نسمع حاجة. هذا اللي ما كان سووا مغاني وسووا فرح من شان الدولاب هذا، ما يعجزوا ما يقدروا يسوون دروب.
لا كان يسوون من شان يسلوا نفسهم على الغناء والطرب هذا من شان ينجزون عمل من شان الدروق هذا ويكون معنا ما يتاثروا تكلفه التعب حق القلب. خلينا نسمع حاجه تفضل. داني يا داني يا داني يا داني يا داني دانا داني يا داني يا داني دانا داني يا داني يا داني دانا مهرجان الخارف في بلادي ملتقى للوفا والمحبة. فن الدولاب اللي يقدم لهذه الهزيجة الجميلة. وأمانة أنا ضروري أطلع بحر عشان أغني فقط. مساء المهرجان متواصل معكم على الهواء مباشرة حتى 10 مساء. هناك الكثير فابقوا معنا.
وتحية للزميل العزيز محمد بيت سعيد المتواجد في البيئة البحرية، هذه البيئة الجميلة التي جسدت ومثل ما سمعتوا هذه الشلات البحرية التي كانت تقدم أثناء طلوع البحر، وكثير من شيابنا يعطيهم العافية محافظين على هذا الإرث والتراث الجميل. كل المعدات الخاصة بالبحر موجودة ومجسدة هناك بالبيئة التراثية، يعني في مركز البلدية الترفيهي، تراث، فن، ثقافة، رياضة أيضا، وطبعا الفعاليات الرياضية بشكل سنوي تقدم هنا في مركز البلدية الترفيهي ضمن فعاليات ومناشط المهرجان، ومن أبرزها البطولة الخليجية لالتقاط الأوتاد أقيمت يوم الثلاثاء الماضي. وفي تفاصيل أكثر حول هذه البطولة يسعدني أن يكون معي ضيفنا السيد مندر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية. سيد مندر مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أخي العزيز وشكرا على الاستضافة. الله يعطيك العافية، سعداء بتواجدكم، سعداء أيضا بهذا التواجد الرياضي. وطبعا الاتحاد أقام بطولة خليجية لإلتقاط الأوتاد كانت تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر مرهون وزير الخدمة المدنية، كانت يوم الثلاثاء الماضي وشارك فيها مجموعة من الدول الخليجية. صحيح. سيد مدير نتحدث عن هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اعتاد الاتحاد العماني للفروسية بأن يكون له تواجد مستمر خلال السنوات الماضية، وبفضل من الله سبحانه وتعالى يعني هذا التواجد أتى بثماره لتشجيع محبي هذا الرياضة وتحفيزهم لركوب الخيل. نعم. وايضا استغلالا لهذه الفرصه، ايضا فرصه مهرجان صلاله السياحي، نستغل هذه الفرصه ب تنوير يعني الزائرين للمحافظه برياضه الفروسيه واطلاعهم على مناشط الاتحاد ايضا. نعم. من خلال ايضا تواجدنا من السنوات الماضيه وبالشراكة الحقيقية التي تكونت بين الاتحاد العماني للفروسية ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، تمخض عنها يعني إقامة بطولة خليجية لالتقاط الأوتاد. طبعا هذه البطولة تشارك فيها دول خليجية منها المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فريق من السلطنة. وحقيقة لمسنا يعني من السنوات الماضية بأنه يجب أن يكون هناك في بطولة خليجية تقام على هذه المدينة الطيبة لتحفيز أيضا يعني الشباب بزيارة مدينة صلالة وتزامن مع الخريف أيضا. وتزامن أيضا مع الخريف. نعم. صحيح. سيد مندر، أيضا هناك بطولة خاصة بوحدات الخيال العسكرية ومشارك فيها أكثر من وحدة، كذلك يا ريت لو نسلط الضوء على هذا الجانب. صحيح. يتزامن مع هذه البطولة يعني بطولة داخلية نحن نسميها تخص الوحدات الخيالة العسكرية، والسبب في ذلك طبعا هناك يعني فريق في نهاية كل موسم نستخلص من هذا البطولات فريق ليمثل السلطنة في المحافل الدولية. جميل. والإقليمية، وعلى سبيل المثال كان عندنا فريق مشارك في بطولة كأس العالم في مصر النسخة الثانية، وبفضل من الله سبحانه وتعالى حقق يعني ميداليات عدة في تلك البطولة. الحمد لله، إن شاء الله هذه الإنجازات تستمر بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى إن شاء الله. سيد مندر، أيضا ميدان الالتقاط الأوتاد كان غير جاهز، ولكن خلال فترة قصيرة جدا تم تهيئة هذا الميدان وتمت إقامة البطولة، وأيضا تحية على جهودكم والقائمين كذلك على هذه البطولة. صحيح. ولكن أيضا يجب أن نشير أيضا إلى التعاون الاستراتيجي أيضا بين الاتحاد وبين وحدات مؤسسات القطاع العام، على رأسهم طبعا مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وأيضا بلدية ظفار، كان حقيقة لهم الدور الكبير والفاعل في يعني تسريع تحديد المسارات وأيضا تهيئة المكان لإقامة البطولة. طبعا نحن دورنا أيضا دور يعني كان فاعل في تحديد المقاييس والأدوات السلامة بالنسبة للميدان.
ولكن الدور الكبير حقيقة كان دور فاعل بين مؤسسات القطاع العام. الميدان طبعا متواجد في سهل أتين. في سهل أتين. وما شاء الله يعني شاهدنا وتابعنا خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا كان عندنا تقرير وحضور جماهيري السيد مندر، وأيضا مهتمين جدا بهذا الجانب. أيضا الاتحاد العماني للفروسية السيد مندر، هل هناك دورات تدريبية لمحبين الفروسية سواء على مستوى السلطنة بشكل عام تقدمونها من خلال الاتحاد؟ طبعا الاتحاد مستمر دائما في تقديم العون والمساعدة لجميع منتسبي ومحبي رياضة الفروسية. هناك دائما دورات تدريبية لمحبي الفروسية سواء كانت بأنظمة الاتحاد الدولي، وأيضا من نواحي أيضا بيطرية كيفية علاج و المحافظة على الثروة الوطنية اللي هي طبعا الخيل. وهناك أيضا دورات للحكام تقام على أرض السلطنة سواء كانت في مسقط أو حتى هنا في محافظة الظفار، تحفيز يعني الشباب لأن تشجيعهم، نعم تشجيعهم لممارسة هذه الرياضة سواء كان في مجال التحكيم او في مجال الانظمه والقوانين وفي انظمه طبعا ممارسه الرياضه. والعمانيين يحبون دائما الفروسيه ولديهم شغف كبير بهذا طبعا المكان. يعني نحن نحمد الله سبحانه وتعالى بانه يعني جميع الطواقم يعني في عمانيه سباقات تكون عمانيه 100%. واحيانا طبعا يفرض علينا الاتحاد الدولي ان يعني نستعين بخبرات من خارج السلطنه، وهذا طبعا يعني حق يعني مشروع لايضا انصاف المتسابقين في موضوع النتائج والى اخره. نعم سيد مندر، الفعاليه مستمره حتى 30/7 اتوقع باذن الله تعالى ان شاء الله، بديت الثلاثاء ومستمرين حتى 30/7. نعم كل التوفيق لكم، شاكرين لكم على هذه الجهود المميزه، والحمد لله الفعاليه نجحت، ونتمنى خلال السنوات القادمه ايضا اقامه كذا فعاليات مهمه تمثل الغالي عمان في كثير من المحافل. ومثل ما ذكرت السيد مندر، اختيار منتخب مميز يمثل السلطنة في قادم الأعوام إن شاء الله بإذن الله تعالى. ويعني دائما الاتحاد يدرس الإيجابيات والسلبيات في كل موسم، وبإذن الله تعالى خلال الموسم القادم هناك في أفكار جديدة راح تطرح أيضا خلال موسم الصلالة السياحي القادم، وإن شاء الله بتكون في مفاجآت. ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وهذه أيضا فرصة نشكر فيها حقيقة جميع اللي من ساهم في إنجاح هذه البطولة سواء كان من القطاع الخاص ولا من القطاع العام. وهذا واجب الجميع، والجميع كلنا مكملين لبعض. كل التوفيق شكرا لكم، يعطيك العافية. كان معنا السيد مندر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية، والحديث عن البطولة الخليجية لالتقاط الأوتاد. شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيك، موفقين. الله يعطيك العافية. احنا متواصلين معكم احبتنا الكرام مباشرة الى مسرح الولايات، وفي فرقة جميلة جدا من أوزبكستان نتابعها، ولن نتواصل ان شاء الله في باقي حلقة اليوم الى العاشرة.
الرائحة العالقة بالذاكرة، تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر حيث ملتقى الأسرة. امنح نفسك شغف التجربة، فهنا حكاية الجمال لا تنتهي. مهرجان صلال السياحي 2016 من 15 يوليو إلى 31 أغسطس، عمان، المحبة والوئام. حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج مساء المهرجان في هذه الأجواء المختلفة تماما هنا من البيئة البحرية خلف مسرح الولايات مباشرة، والحضور ما شاء الله اليوم حضور كثيف في مركز البلدية الترفيهي اللي يزور البيئات، اللي يزور الفعاليات المختلفة. ويبقى مركز البلدية الترفيهي ومهرجان صلالة السياحي مساحة مفتوحة للتعريف بكل تفاصيل السلطنة الحبيبة، سلطنة الغالية. اليوم في البيئة البحرية في الوقفة الأولى تعرفنا على الدولاب والأغاني الجميلة والرائعة، وأيضا هناك مصطلح ومكان ربما مسموع كثيرا في محافظة ظفار وهو الفرضة. نتعرف على الفرضة مع أيضا الوالد سالم البركة. إيش هو الفرضة؟ خلينا نعرف الناس بالفرضة. هي الفرضة كان زمان عندنا ما في مواني، فالفرضة هذا اللي تنزل فيها الأغراض اللي بتجي من برا في اللنجان، تنزل عن طريق الصنبوق للفرضة. الفرضة تفرض على كل طالع وعلى النازل. فالفرضة هذا لما يطلعن السنابيق يجيبن الأغراض على وين؟ على الفرضة. يعني نفس الميناء أو المرسى؟ نفس المرسى، يعني ما كان شيء ميناء في صلالة. فكان الفرضة هذا يعني على مدار السنة تجي اللنجات من مختلف الدول، فتنزل الأغراض للفرضة، يطلع عميق الفرضة هذا أمير البحر. أمير البحر يطلع في هور، إذا جاء عند اللنج يسأل اللنج من وين وإلى الأغراض هذا مع من، ويشلم عند اللنج هذا المنافيس، منافيس من اللنج يجيبها للفرضة. منافيس إيش؟ منافيس اللي هي الأوراق اللي فيها الأغراض اللي في اللنج كاملة. فإذا جابها الفرضة يعرفون التجار كل حد معه شيء في هذا اللنج، فتامر الفرضة أنهن ينزلن الأغراض اللي في اللنج، ينزلوها عن طريق الصنبوق. والسنابيق هذا اللي كان لهن دور كبير في صلالة. يعني الفرضة الآن للتجارة فقط ولا للصيد أيضا؟ لا، التجارة فقط هي الفرضة، للصيد الفرضة هي بالنسبة لصلالة بيطلع منها بيروح تروح قزاب من هنا من صلالة للصنبوق اللي اللنج يودوها قزاب، واللي يطلع من صلالة اللي نزل أغراض هنا يشيل حمول منها، يشل مثل كذاب نارجيل ومثل سمن ومثل جلود مال بقر، فيطلعونها للنج. فإذا طلعوا اللنج إذا حملت تروح هي اللنجات الثانية، يعني عشرات اللنجات في السنة، عشرات اللنجات، وبالأخص آخر موسم يجي اللنجات بكثرة، فكلها تنزل للفرضة اللنجات. يبقى هذا الاسم، يبقى هذا الاسم عالق، واليوم ما شاء الله يعني في موانئ تجارية موجودة، ميناء صلالة، ميناء الدقم، والكثير من الموانئ، وأيضا ميناء الصيادين في ريسوت، وميناء صلالة، وأيضا ميناء طاقة، والكثير منها. خلونا نسمع فن كذا بحري نستمتع معكم ومع المشاهدين. إن شاء الله بتسمعون إن شاء الله فن بحري اللي يرضيكم إن شاء الله. تفضل. يلا نبدأ. أول بدينا دليله يا دليل الله، الله يا دليل، والخير جبنا أبو دليله يا دليل الله، الله يا دليل يا دليل، يا خيرك الله خير دليله يا دليل الله، الله يا دليل يا دليل، ما في المقابر خير دليله يا دليل الله، الله يا دليل يا دليل، لسرة العربة دليله يا دليل الله، الله يا دليل يا دليل، ورجالهم مهرة دليله يا دليل الله، الله يا دليل يا دليل،
دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل والموت عليه وذامي دليل يا دليل الله يا دليل يا دليل مسكين أنا مسكين دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل قلبي خالق من طين دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل أنا كبير مثلك دليل يا دليل الله الله يا دليل دليل ولا منع براك دليل يا دليل الله يا دليل يا دليل الله بها تمطر دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل تسقي بحور وبر دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل الله بهذا الحين دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل بركات الصالحين دليل يا دليل الله يا دليل يا دليل بركة حافظ وسعد دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل يا الملتقى في الوعد دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل يا عدله انسرت دليل يا دليل الله الله يا دليل لا انت ريحت دليل يا دليل الله يا دليل يا دليل والعيد اللي من عيد دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل والعيد غنو مصيد دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل يا بن علي قينيك دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل يا قطبة يا سلطاني دليل يا دليل الله يا دليل يا دليل يا بن علي وزهر دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل نوتي بجنب الخير دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل بحر الزوين وباء دليل يا دليل الله الله يا دليل يا دليل حمراك من نوبة دليل يا دليل الله الله يا دليل. إذا مشاهدينا الكرام مع هذه الأنغام الجميلة مع هذه الأصوات الرائعة اللي تبعث في نفسنا الراحة وتأخذنا إلى الماضي الجميل وإلى الحاضر الأجمل هنا في البيئة البحرية، تعرفت على مجموعة فنون ومجموعة كلمات رائعة وهم مستمرون متواجدون هنا في البيئة البحرية. مساء المهرجان معكم ما زال على الهواء مباشرة ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. بيت سعيد وماجد سعيد صار علي سعيد العنسي ورشيد سعيد العنسي مجدي بن جمعان هبيس وخالد بن محمد هبيس نصار بن عبيد الشحري ومحمود بن يوسف اليافعي عاصم بن سالم الجنيبي وعمار بن سالم الجنيبي. تحية لكم أيها الأحبة، ما زلنا نتواصل معكم في تغطية فعاليات وأنشطة
مهرجان صلالة السياحي 2016 حيث بهجة التلاقي وفرح اللقية تحت شعار جميل جدا عمان المحبة والوئام. محطتنا القادمة في مساء المهرجان مع ضيفنا الشيخ أحمد بن محمد اليحيائي وكيل الدعاء عام ثاني ورئيس لجنة القضاء على الظواهر السلبية. رح نتحدث عن هذه اللجنة المختصة بالظواهر السلبية. هلا فيك أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا. الله يخليك. من البداية نعرف المشاهد الكريم بلجنة القضاء على الظواهر السلبية وأيضا اختصاصاتها المختلفة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تشكل القرار في 8 يونيو من عام 2016 الميلاد بقرار إداري رقم 88/2016 الميلاد بتشكيل لجنة للمرة الأولى في مهرجان صلالة السياحي، لجنة القضاء على الظواهر السلبية والإشكاليات برئاسة الإدعاء العام وعدد من الجهات الحكومية متمثلة في عدد من موظفي الدولة، بلدية الظفار وأيضا شرطة عمان السلطانية، وزارة السياحة، إدارة حماية المستهلك والقوى العاملة. ونيط بهذه اللجنة عدد من الاختصاصات، منها توزيع المناشط المؤقتة اللي هي أيضا كذلك محاربة الظواهر الدخيلة على المجتمع، وأيضا متابعة هذه الأنشطة والرقابة عليها، بالإضافة إلى الجهات الأخرى المنوطة بنا أيضا والجهات التي تساعدنا في هذه المهام. ما شاء الله، جميل جدا، يعني جهود مباركة أيضا. نعم. اتحاد كذا مجموعة من المؤسسات في الحكومية. إنشاء مثل حكومية. نعم. في مثل إنشاء هذه الحملات أو هذه اللجان اللي راح تسهم بكل تأكيد في تحسين الوضع بإذن الله. نعم. نتحدث عن نوعية الظواهر اللي ترصدونها في هذه اللجنة. اللجنة يعني أنيط بها عدد من الاختصاصات، وكما هو واضح في اختصاصاتها أيضا اللجنة عالجت كثير من الظواهر السلبية. نعم. الدخيلة على المجتمع حقيقة، وأيضا في باب الشفافية أيضا الظواهر السلبية مقارنة بالعام الماضي في انخفاض كبير ملحوظ الحمد لله رب العالمين. واللجنة تلقت عدد من البلاغات يعني في خلال هذه الفترة منذ صدور القرار، ولله الحمد تعاملت معها وفق الإجراءات القانونية، ولم تكن هناك أي بلاغات مشينة أو بلاغات كبيرة كنا نتوقعها. بالحمد لله رب العالمين، هذا الموسم موسم استثنائي جميل، سواء من يعني الخضرة الطبيعية والجميلة والسياح والمواطنين، والحمد لله رب العالمين، موسم استثنائي بكل ما تعنيه الكلمة. وأيضا شعار مهرجان صلالة جاء ليحاكي هذا الواقع. أكيد. في محبة، في وئام، في سلام. صحيح. نتحدث أستاذ أو الشيخ عن كيفية التواصل معكم. نعم. أو تلقي البلاغات وآلية العمل داخل هذه اللجنة. آلية تلقي البلاغات في اللجنة بالطبع تنقسم إلى ثلاثة أنواع. تلقي البلاغات يكون إما بمكتب اللجنة المتواجد في مركز البلدية الترفيهي. نعم. يوميا، وأيضا عن طريق في رقم ثابت للجنة نتلقى به البلاغات، وأيضا عن طريق الخط الساخن لبلدية الظفار وهيئة حماية المستهلك والقوى العاملة. بعد تلقي هذه البلاغات وآلية تنفيذها يتم دراسة الشكوى الواردة إلينا. نعم. فيما بعد يتم الانتقال والمعاينة، وبعد انتقال المعاينة يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية. جميل. فقط للتنويه، اللجنة أيضا منتشرة في كافة المواقع السياحية والأماكن والولايات، والحمد لله رب العالمين متواجدين على مدار الساعة. الحمد لله. أستاذ، نتكلم عن أيضا تعاون المجتمع معكم، تفاعلهم، مدى تفاعل خلال الفترة السابقة، كيف نعم. وجدتم التعامل مع المجتمع، تفاعلهم أيضا في التواصل مع هذه اللجنة، أيضا في التبليغ عن بعض الظواهر الموجودة أيضا. قد يكون هو هذه يعني اللجنة المرة الأولى تشكل، حقيقة وجدنا ردود إيجابية، ردود قد تثلج الصدر يعني. نعم. وقد تلقينا من المواطنين ومن السياح بلاغات كثيرة حقيقة، يعني سواء عن طريق الخط الساخن للجهات التي ذكرناها. نعم. أو عن طريق المركز البلدي الترفيهي مكتبنا الموجود فيه. المواطنون متعاونون بشكل كبير جدا في تقديم البلاغات، والحمد لله رب العالمين لم نتلقى بلاغات بما كنا متوقعين، والحمد لله رب العالمين، ولكن المواطنين والتعاون الموجود سواء من الجهات أو من المواطنين بشكل عام. الحمد لله، وكلنا عمان دائما. أكيد. ما شاء أكيد. الله. أكيد. نتحدث أيضا عن تواجدكم في المهرجان صلالة السياحي. نعم. أيضا وين موجودين بالضبط وكيف التواصل معكم في المهرجان تحديدا؟ في المهرجان احنا لنا مكتب في مسرح الولايات، مكتب. نعم. يومي من الساعة الخامسة مع إلى الساعة الحادية عشر والثانية عشر، المكتب متواجد واللجنة متواجدة تتلقى البلاغات وتتعامل معها بشكل مباشر فوري. نعم. الحمد لله. قبل الختام فقط رسالة توجهها للمجتمع، للشباب من خلال برنامج مساء المهرجان. رسالة اللجنة حقيقة يعني منذ بدء هذه اللجنة اتفقنا على رسالتين. الرسالة الأولى هي نشر الوعي والثقافة القانونية، الرسالة الثانية هي السعي إلى الحد من هذه الظواهر و
توضيح المجتمع والسواح ومرتادي الخريف بالقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة. بإذن الله بالتعاون بالتكاتف راح نتعدى أو نتجاوز هذه الظواهر السلبية. أنا أشكرك جدا الشيخ أحمد بن محمد اليحيائي وكيل الدعاء عام ثاني ورئيس لجنة القضاء على الظواهر السلبية. شكرا لك. شكرا لكم على الضيافة. الله يخليك. وأنتم مشاهدينا خلوكم بعدنا متواصلين معكم في تغطية هذه الجماليات الرائعة من مركز البلدية الترفيهي الحاضن لأنشطة فعاليات مهرجان صلالة السياحي، فخلوكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الأكارم في برنامج مساء المهرجان، واليوم موقعنا في البيئة البحرية، هذه البيئة الجميلة اللي تجسد طبيعة البحر وأيضا التفاصيل الكثيرة. تعرفنا على مجموعة فنون وما زلنا معكم على الهواء مباشرة من خلال برنامج مساء المهرجان. بكل تأكيد للبحر هناك أنظمة متبعة من خلال البحر المتواجدة بشكل يومي، سواء كانت للصيد أو للتجارة. سنتعرف أيضا على هذه التفاصيل مع الوالد مبروك سعيد. حياك الله مجددا، وأيضا خلينا نعرف المشاهد الكريم عن سنن البحر. إيش هي سنن البحر؟ قال عمرك سنن البحر، الناس زمان أول يحكمون لبعضهم بعض، يحكمون للكبورية ويحكمون للربابنة، والبحر زمان في قوانين، لبقيت 20 ضاغية وانت قابض العيد عادي متبحره، ها، وعشرين ضاغية عندك حد يستانس تحوي العيد عادي متبحره حتى تقرب العيد لبرا وهو يستولي على العيد ويعرف العيد انه لها قياسه صحيح يحوي. يعني القوانين معروفه ولا احد يتجاوز. ما حد يتجاوز، وانت تجاوز وحويت العيد، العيد حقتك، ويشلونها من المنجيب يبيعها الربان هذه اللي انت غلطت عليه. يقيسون اربابنا من البحر، هو سنن عندهم وهو الامر عندهم وهو كل شيء عندهم، ما حد يقدر يتعدى كلامهم. وكل اللي بيطلع البحر خلاص عارفينهم، وهم اللي القوانين اللي هي تمشي دائما. تمشي دائما، هذا الشيء تمشي دائما، ما حد يقدر يخطي على حد، ومن خطا ها البحر عارف. ويقول انت غلط، هذا العيد اللي مالك في المنقيب يشيلها الربان هذه اللي غلط عليه. رزق من عند الله سبحانه وتعالى. رزق من عند الله، بهذا السبب ما حد يغلط عليه. القوانين الرباب الاثناء تم قوانين حق البحر، نظام البحر واشياء البحر. مو مثل دالحين، دالحين كل واحد تكلمه يقول لك انا خلاص مالك شغل فيني. طيب خلينا نسمع فن كذا، بغينا المشاهد يستمتع معانا ويعرف الفنون الجميلة لفنون البحر الجميلة. إيش الفن اللي راح تقدموه الآن؟ الفن تريده معنا غناء مع الدولاب، نجيب لك غناء مع الدولاب البحرية، نجيب لك ثانية نسمع. ثانية يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني دين، يا ربي يا الله يكرم السلام، يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني يا داني دين، ويا ربي يا الله يدوم السلام، يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني يا داني دين، ويا ربي يا الله
يدوم السلام. يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني يا داني دين، يا رب يا الله يدوم السلام. يا رب يا الله يدوم الصفا بين الحبايب في كل عام. يا رب يا الله يدوم السلام. ويا رب يا الله يدوم الصفا بين الحبايب في كل عام. ويا رب يا الله يدوم السلام. يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني يا داني دين، ويا رب يا الله يدوم السلام. يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني يا داني يا رب يا الله يدوم السلام. ويا ناس انا بشكي حالتي عند الذي يفهمون الكلام. يا رب يا الله يدوم السلام. ويا ناس انا بشكي حالتي عند الذي يفهمون الكلام. ويا رب يا الله يدوم السلام. يا داني يا داني يا داني دين، يا داني ويا رب يا الله يدوم السلام. يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني يا داني دين، يا رب يا الله يدوم السلام. وما احنا وزيلة فراق الحبيب، حرم علي لذيذ المنام. يا رب يا الله يدوم السلام. وما احنا وزيلة فراق الحبيب، حرم علي لذيذ المنام. ويا رب يا الله يدوم السلام. يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني يا داني دين، ويا رب يا الله يدوم السلام. يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني يا داني دين، يا رب يا الله يدوم السلام. لا وكل انتهى النار قد وانام، وانا المسيكي زمن بزام. يا رب يا الله يدوم السلام. وكل انتهى النار قد وانام، وانا المسيكي زمن بزام. ويا رب يا الله يدوم السلام. يا داني يا داني يا داني دين، يا داني ويا رب يا الله يدوم السلام. يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني يا داني دين، ويا رب يا الله يدوم السلام. ويا شوش حالي من بعدهم، لفت ذول المحبة خصام. يا رب يا الله يدوم السلام. ويا شوش حالي من بعدهم، لفت ذول المحبة خصام. ويا رب يا الله يدوم السلام. يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني يا داني دين، ويا رب يا الله يدوم السلام. يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني يا داني دين، يا رب يا الله يدوم السلام. مباقنا خاطري ما قنع، في كل ليلة يزيد الهيام. يا رب يا الله يدوم السلام. مباقنا خاطري ما قنع، في كل ليلة يزيد الهيام. ويا رب يا الله يدوم السلام. يا داني يا داني دين، يا داني ويا رب يا الله يدوم السلام. يا داني يا داني يا داني دين، يا داني يا داني يا داني دين، ويا رب يا رب يا الله يدوم السلام. هذه البيئة البحرية المتواجدة بشكل يومي هنا في مركز البلدية الترفيهي تعرف كل الزوار بجماليات هذه البيئة اللي تحمل تفاصيل كثيرة ومختلفة، والتفاصيل أكثر في برنامج مساء المهرجان، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. لدانا
الظاهر محمد والجماعة اللي عنده في البيئة البحرية بعدهم ما طلعوا على الهوري، الهوري القارب إيه؟ يطلعون من الصباح الباكر لاصطياد أنواع الأسماك المتوفرة طبعا في بحر عمان، ولله الحمد. والغديف والحوي هذه مصطلحات يعني محلية، أتوقع محمد راح يعرفنا عليها أكثر أو الوقفات القادمة بإذن الله. نعم، أو عمل معهم مقابلات وتحدث عن هذه المصطلحات الجميلة، واستمعنا إلى شيلات جميلة جدا تقدم في البيئة البحر. إيش رأيك بالشيلات هذه؟ أول مرة تسمعينها صح؟ أول مرة أسمعها، لكن ما شاء الله يعني تأخذ الواحد إلى حنايا تلك الفترة ليعيشها بتفاصيلها المختلفة. تربي يا نقول لها روح البيئة الريفية، روح البحرية، شوفي مو على طول من الاستوديو للسيارة. لا عبد الله زور إن شاء الله. طبعا احبتنا الكرام، حبيت اذكر انه قريه سمهرم السياحيه هي ضمن فعاليات ايضا ومناشط مهرجان صلالة السياحي، تقدم مجموعه من الفعاليات هناك بشكل يومي من الساعه 4 حتى الساعه 12، وان شاء الله لدينا ربط مباشر، الزميل محمد سعدون ان شاء الله راح يتواجد هناك بكره وراح يعرفنا ويعرفكم على ما تحتويه هذه القريه من فعاليات ومناشط وجمال. أنا قبل ما أروح الفقرة التالية عبد الله أسألك عن أمس أو اليوم الصباح، ما شاء الله وفترة الظهيرة مصور كذا مناظر طبيعية وأجواء جميلة جدا في سناب شات، وين كنت رايح؟ رحنا دربات، والله كانت أجواء جميلة جدا، يعني واحات خضراء. نعم. وزحمة ناس و تدفقت الوديان ولا بعد؟ بعدنا منتظرين، الكل منتظر. نعم. وادي دربات محلين يسمونه قعفر. إيه؟ فإذا تدفق وادي دربات خباء عبارة الخريف 100 100، والخريف 100 100 الحمد لله الآن، لكن منتظرين هذا الجمال ويكتمل تكتمل الصورة الخريفية إن شاء الله. إن شاء الله، ودعوة لكم زوروا دربات وغيرها من الأماكن السياحية إن شاء الله. مشاهدينا طبعا ما شاء الله صلالة دائما مزدانة بكم أنتم مشاهدينا بزيارتكم لها لكل زوايا صلالة بإذن الله أو ظفار بشكل عام. الحين نحن دائما داخل استوديو والزملاء دائما يحاولون أن يبرزوا كذا زوايا مختلفة من المهرجان، نروح لفقرة تجوال مع الزميل حفيظ جعبوب، فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة في كل مكان، في فقرة تجوال في المهرجان في مساء المهرجان اليوم، زاوية في مقهى البرزة. موضوع أيضا فقرتنا لليوم حول عالم التصوير الضوئي والحركة الضوئية، معي في هذه اللحظة فنان الفياب والمصور الضوئي هيثم بن غالب الشنفري، مساك الله بالخير هيثم. وفي البدء نتحدث عن معرض التصوير الضوئي لمهرجان صلالة السياحي الأول. طبعا مهرجان صلالة السياحي للتصوير الضوئي تحت إشراف الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، هذا المعرض مقيم بشكل سنوي في خلال فعاليات مهرجان صلالة. عدد المشاركين في هذا المعرض 9 مصورين عمانيين. المعرض يتضامن من 24 لوحة فنية. المعرض يتكون من عدة محاور، في عندنا عادات وتقاليد، وعندنا الحياة الفطرية في عمان، وعندنا الطبيعة في عمان. جميل، ذكرت أنك أنت مهتم بعالم التصوير الضوئي، كيف هي حركة الطيور المهاجرة في موسم الخريف وما بعد الموسم؟ طبعا فترة الخريف فترة جذابة للطيور، أو كان الطبيعة بشكل عام تتغير، الظفار بأكملها تلبس الثوب الأخضر وهذا يعمل جذب للطيور المهاجرة. عندنا كمثال عندنا طير ما يسمى ديدريك كوكو، هذا من الطيور المهاجرة اللي تأتينا في بدء فصل الخريف وتتكاثر في الظفار. بما أن اليوم الفعاليات المناشط المحلية المشاركات أيضا العالمية، وجود أيضا مسابقة الولايات، وجود أيضا هذه البيئات المختلفة، كيف يمكن أن تخدم هذه المفردات المصور الضوئي؟ نعم، هي بالفعل تخدم المصور الضوئي من خلال هذه المقومات اللي تقدمها المهرجان أو الحياة البيئية أو الريفية والبدوية. مثلا عندنا مسابقة الولايات هي تعتبر من أقوى المحاور اللي يستفيد منها المصور الفوتوغرافي، بحكم أنه كل ولاية تقدم عاداتها وتقاليدها وهذا اللي يخدم المصور الفوتوغرافي. طيب أثناء وجودك وتجوالك خارج البلد في شرق آسيا وفي أفريقيا اللي تصوير البيئة والحياة الفطرية والتنوع الأحيائي بالتحديد عالم الطيور والحيوانات، كيف هي المغامرة في هذه الدول؟ ونذكر أيضا بعض المواقف اللي صارت معكم أثناء التصوير. أنا طبعا سافرت دولة كينيا في محمية ماساي مارا،
لأخذ الحياة الموجودة هناك، الحياة البرية، وهذا كانت أول تجربة لي. والسفرات الثانية كانت في سريلانكا وكانت في الهند، ودائما أنا هدفي الرئيسي في خلال من خلال السفر طبعا التصوير، ولكن في مبدأي أني أنا أتثقف ثقافات هذا الدول، أتعلم وأعرف ثقافات هذا الدول وعاداتها أو تقاليدها أو معيشتها، هذا كلها يهمني. فالحقيقة الموقف اللي أكثر شدني وممكن ما نسيته موقف الافتراس الفهد صياد على القاموس، وهذا مثل هذا المواقف كنت دائما ما أشوفه في قناة الناشنال جرافيك، وكان أمنيتي إني أشوفها. وسبحان الله هذا الموقف ما متوقع أن اللي حدث أمامي كله في خلال ثواني. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. إذا مشاهدينا الأحبة، كان معي فنان الفياب المصور الضوئي هيثم بن غالب الشنفري في وقفة تجوال في المهرجان. ملتقانا في مكان آخر هنا في زاوية مختلفة ضمن فعالية مهرجان صلالة السياحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لزميل حفيظ جعبوب، ونحن متواصلون معكم فقرة تجوال، وأيضا من خلال الربط المباشر وضيوف في الاستديو نتعرف على كل تفاصيل مهرجان صلالة السياحي عمان المحبة والوئام. وما زلنا في البيئة البحرية الوالسة اللي مش معنا الآن، معنا الحين المقاربة اللي هي كان من أبا على جد، عندنا أناشيد نقولها في المقاربة، فهي من الأناشيد هذه اللي نقولها من أبا على جد، يعني يا حي يا قيوم يا مقلي يا الهموم، فرق علينا ساعة عادك تشوف القوم مثل الصقور بتحوم وسيوفهم قطعة، يعني يا حي يا قيوم يا مقلل فرق علينا ساعة، فرق علينا ساعة عادك تشوف القوم مثل الصقور بتحوم قطعة، يا حي يا قيوم يا مقلل فرق علينا ساعة، فرق علينا ساعة عادك تشوف القوم وسيوفهم قطع يا حي يا قيوم مقلة يلهمو، فرق علينا ساعة عاد انت شوف القوم مثل السطور بتحوم، وسيوفهم قطع يا حي يا قيوم مقلة يلهمو، فرق علينا ساعة عاد انت شوف القوم مثل السطور بتحوم، وسيوفهم قطع يا حي يا قيوم مقلة يلهمو، فرق علينا ساعة عاد انت شوف القوم مثل السطور، وسيوفهم قطع يا حي يا قيوم مقلة يلهمو، فرق علينا ساعة عاد انت شوف القوم مثل السطور، وسيوفهم قطع يا حي يا قيوم مقلة يلهمو، فرق علينا ساعة عاد انت شوف القوم مثل السطور، وسيوفهم قطع يا حي يا قيوم مقلة يلهمو، فرق علينا ساعة عاد انت شوف القوم مثل السطور بتحوم، وسيوفهم قطع يا الاخوة وانتم حل من مغازين الشبان يا صدرهم، يا حلول بحر يا الخوا وانتو بحر مبغازين الشبان يا صدره.
يحلول بحل الغوا وانتم بحل من بغاثم الشبان يا خسرترا يحلول بحل الغوا وانتم بحل من بغاثم الشبان يا خسرترا يحلول بحل الغوا وانتم بحل من بغاثم الشبان يا خسرترا يحلول بحل الغوا وانتم بحل من بغاثم الشبان يا خسرترا يحلول بحل يا اخوة وانتم بحل من مغازين الشبان يا خسرتنا يا حلول يا فاتح البابين يا فاتح البابين الخير تعطينا والشام له كبير والشام له كبير الله اليوم يا فاتح البابين يا فاتح البابين الخير تعطينا والشام له كبير والشام له كبير الله اليوم يا فاتح البابين يا فاتح البابين الخير تعطينا والشام له كبير والشام له كبير الله اليوم يا فاتح البابين يا فاتح. شكرا للبيئة البحرية ورجال البيئة البحرية اللي تواجدوا معنا وهم متواصلون معكم يوميا هنا من مركز البلدية الترفيهي خلف مسرح الولايات مباشرة يقدموا هذه الأهازيج بشكل يومي. شكرا لهم على هذه المعلومات القيمة ويعطيكم ألف عافية على هذه الجهود. اليوم كانت وقفتنا في البيئة البحرية، غدا وقفات أخرى بمشيئة الله. إذا نحن وصلنا إلى اللحظات الأخيرة من عمر برنامج مساء المهرجان، نتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل تفاصيل البيئة البحرية، وأيضا غدا موعدنا يجدد في 8:30. تصبحون على خير. يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك وشكرا لكل أفراد البيئة البحرية الشياب، يعطيهم العافية الذين قدموا وجسدوا هذا التراث العماني الجميل بهذه التفاصيل الجميلة التي تابعناها وتابعها متابعينا الأحبة. ويمجلي الهموم فرج، يا حي يا قيوم يا مجلي الهموم فرج علينا ساعة، لا نقول فرج علينا دائما إن شاء الله يا رب العالمين. تحية لكم أحبتنا الكرام، هذه كانت حلقتنا لليلة. بكرة الموعد كالعادة من 8:30 حتى 10:00، اللي عادة من ساعة 9:30 إن شاء الله صباحا. كل التحية والمحبة لكم، شكرا على متابعتكم الدائمة. هذه تحيات كل طاقم البرنامج يحييكم، هذه تحيات أيضا مخرجنا عامر بن محمد العامري. للقاء مشاهدينا الأحبة، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، ولا نهاية أبدا للإبداع والجماليات المتجسدة هنا من مركز البلدية الترفيهي، حيث مهرجان صلالة السياحي 2016. ملتقانا بإذن الله في الغد وعمان المحبة والوئام، وليلة هانئة مليئة بالمحبة لكم. إلى اللقاء. وشوفهم قطع.